نعرف دلوقتي أكتر عن الواتساب، إيه اللي هيحصل فيه؟ فكرة التحديث إنه المستخدم زي ما قلت لحضراتكم يقدر يفتح الحساب الواحد من أكتر من جهاز. معانا دلوقتي المهندس أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات. بنرحب بيك يا فندم وأهلا بيك معانا في التاسعة. أهلا بحضرتك، أهلا بيك. فكرة إنه حساب الواتساب إنه المستخدم يقدر يفتحه أو يوصله من أكتر من جهاز يا فندم، ده خلينا نقول انه ممكن يكون فيه الى حد ما خرق حتى للخصوصيه، ولا ده عادي، او ايه الفكره منه اصلا؟ طيب خلينا بس نفهم الناس، هو واتساب كان ايه وبقى ايه او هيبقى ايه الفتره الجايه؟ مبدئيا واتساب الفتره الاخيره اطلق منصه ان هو ممكن يكون فيه تعدديه استخدام لخدمات الواتساب على التليفونات المختلفة. يعني مثلا انا يكون عندي، او دي طبعا خدمة الفيتشر اللي هتطلع اليومين دول، يبقى عندي اربع اجهزة في وقت واحد. الاجهزة دي متصلة كلها بالواتساب، كلها بيحصل مزامنة، اي رسائل بتيجي كانه كل تليفون منهم هو التليفون الاساسي. وبالتاكيد دي خدمة جديدة، يعني واتساب بتبغى منها او بتريد منها ان هي تقلد خدمات زي تليجرام مثلا اللي سابق عن واتساب مثلا في القصه دي او في الفيتشر دي في مده كبيره جدا. وكمان في نفس الوقت تحاول توفر للمستخدمين، لو انا عندي مثلا تليفون شخصي وعندي تليفون تاني للعمل، فانا اقدر ادمج الواتساب هنا وهنا، ودي بتبقى لحد ما كانت منادات وكانت مطالبات كبيره جدا شركه واتساب فيها. طيب واتساب قبل كده كانت عامله ازاي؟ واتساب كانت بتقدم خدمات الويب، ان انا يبقى عندي نسخه بتتزامن على الويب، يعني على مثلا انا افتح البراوزر مثلا بتاع اللابتوب واعمل سكان للكود واعمل الكلام ده. دلوقتي وقتها اختلفت، لان انا فقط بيجي لي كود من غير بقى بعمل سكان لاي حاجه ولا اي كيو ار ولا اي حاجه، طبعا دي بقت ميزه. طيب يعني بيجي كود يا فندم بس بيتبعت كود بس فقط؟ فقط كاني انا بسجل فعلا، وبالتبعيه بقدر استخدم الواتساب بشكل كامل. ولكن الاسئله هنا بقى، الاسئله المهمه جدا اللي احنا بنسالها الواتساب واجاباتها تكاد تكون معلومه، وان حتى الشركه ما صرحتش بيها، ولكن تظل الاجابات معروفه. الواتساب الاول كانت بتقول ان خدمات الرسائل الخاصه بمستخدمين واتساب تكون اند تو اند وبتكون مشفره. يعني الكلام ده يعني رسالة ما فيش أي وسيط بيكون ما بين المستقبل والمرسل. طيب لما هيبقى في أجهزة كتير بتقدر إن هي تصل للكلام ده معناه إيه؟ معناه الواتساب لما كانت بتقول إن المستخدم بيبقى عنده داتا بيز داخلية داخل التليفون بتاعه، بيتم تخزين الصور وبيتم تخزين المعلومات والرسائل وكل ما يتعلق بالشابينج والكلام ده، الكلام ده هيختلف وهيبقى النسخ بتاعتهم ويب تعتمد على داتا بيز كلاود. داتا بيز المفروض ان هي بتكون يعني سحابيه مش داخل التليفون بتاع الشخص، لان ده هيخلي في امكانيه لاستقبال الخدمات بتاعتهم على كل المنصات وهيعمل مزامنه لكل المنصات. فهنا مبدا الخصوصيه اللي احنا بنتكلم فيه بقى محل شك كبير جدا، بالظبط استخدام الاجهزه كلها وهي اند تو اند. فده رقم واحد. رقم اثنين، ناس كتير جدا بتخاف وتقول يا جماعه هل احنا ممكن يتم اختراقنا لو في اكتر من جهاز موجود؟ مبدئيا فكره ان حد يتم اختراقك هي نفس الفكره، طالما انت ما شاركتش الكود بتاع المزامنه او كود التفعيل الخاص بالواتساب مع اي حد تاني فانت في امان، وان شاركته حتى لو انت بتستخدم نسخه واحده فقط فانت خطر كبير جدا. فخلي بالنا من معلوماتنا، خلي بالنا من الناس اللي بتستخدم تليفوننا، ممكن حد يقول لنا هات مكالمه او هات اي حاجه. يعني طبعا صفو نيه كده، احنا بنديله معلوماتنا وده بيكون غلط وغلط كبير جدا. ثالث حاجه ودي مهمه جدا، نخلي بالنا من اي لينكات ممكن نحن نستخدمها، لان ممكن يكون فيها خطوره علينا والخطوره دي تتسبب في اختراق او اي حاجه. واخيرا لو شكيت ان انت عندك مشكله في واتساب، دايما دور على واتساب ورك النسخه اللي هي موجوده في التليفون ومن خلالها او الاختيارات، يعني انا ممكن من خلالها اعرف الاجهزه اللي فاتحه معايا، واللي بالتاكيد النسخ الثانيه من الواتساب اللي هيكون الفتره الجايه في دعم ليها هيكون في نافذه كده على جانبيه في الاختيارات بتعرفني انا الاكونت اللي انا بستخدمه برقم تليفوني
مفتوح على اي عدد اجهزه واقدر ان انا اتحكم فيها واقدر ان اعمل. يعني انا عندي اليه ان انا اعرف الواتساب او الحساب بتاعي مفتوح على اجهزه ثانيه ولا لا، وعندي الاليه دي. طبعا دي لازم الفيتشر دي لازم تكون موجوده، هتكون افيلبل وهتكون موجوده مع التحديث الجديد اللي ناس كتير جدا بتسال طب انا ليه لحد دلوقتي مش عايز استخدم الميزه دي؟ مبدئيا اي ميزه بيتم تطبيقها جديد بتاخد حوالي من 3 لـ5 أسابيع عالميا على ما تطبق على كافه المستخدمين، سواء بنتكلم في اندرويد، سواء بنتكلم في اي او اس، وات ايفر، كله على حد سواء، بتاخد الوقت ده على ما يتم تطبيقها، لان انا واحد من الناس اهو كنت لسه بطبق الخاصيه دي، اتطبقت على ارقام تليفونات معينه وفي ارقام ثانيه لسه ما اتطبقتش عليها، فكل المستخدمين بيوصل لهم التحديث البيتا تحديدا يعني في نفس الوقت. اعتقد ان هي لسه هو التحديث وصل عندنا ولا لسه يا باشمهندس؟ التحديث وصل عندنا ولا لسه؟ هو وصل يا فندم لبعض المستخدمين، في مستخدمين ثانيين لسه. انا لسه بقول لحضرتك دلوقتي انا في ارقام عندي تم لقيت عليها التحديث وارقام ثانيه لا. طيب في حد ممكن يقول انا مش يعني في حد ممكن يقول دلوقتي انا مش حابب التحديث ده، ممكن يستغنى عنه، ممكن ما يقومش بتحديث الابلكيشن او التطبيق ده ما يعملش التحديث بتاعه ويتعامل بالنسخه اللي عنده، ولا لازم التحديث بيفرق؟ هو التحديث في حد ذاته هو ما فيش فرق خالص عن قبل كده، الفكره كلها ان ما تخليش حد يسجل رقم تليفونك ويستخدم رقم تليفونك في التسجيل على الأجهزة الأخرى، وإن حدث ده تقدر باختصار جدا من خلال السيتنج الداخلية في التليفون بتاعنا والساب تحديدا يعني، إن إحنا نعمل لوك أوت لأي سيشن مفتوحة أو أي تسجيل تاني على أي رقم تليفون تاني، ولكن لا يتأثر ومفيش أي فرق بين القديم والجديد إلا فقط دعم 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 التعددية للأجهزة اللي هيكون مفتوح منها رقم تليفون. طيب معلش يا باشمهندس برضو يعني أنا شخصيا عايز أفهم أهمية هذا التحديث إيه؟ هل بس فكرة إن هو عشان يقدر إن هو يوازي التليجرام الأوبشنز الموجودة فيه أو الخاصية دي إنها موجودة في تليجرام، إيه أهميتها؟ مبدئيا الوقت الفترة الأخيرة قامت بمجموعة تحديثات كبيرة جدا على كل الأصعدة، بدأت بموضوع مثلا إن ممكن يبقى عندي حس الرسائل تلقائيا بعد يوم او بعد اسبوع او بعد شهر او حتى 3 شهور، بدات ان هي تدعم بعض الملحقات الثانيه، بدات حتى فكره ان مش لازم يكون النسخه الويب متصله، التليفون بتاعي متصل بالانترنت عشان خاطر النسخه الويب تكون شغاله معايا، فهنا النقطه دي برضه اضافتها وخدتها من اجهزه ثانيه وتطبيقات ثانيه موجوده برضه في السوق تبعتها. فشركه ماكتاب تحديدا اللي هي تبع طبعا شركه ميتا الشركه الام دي تحاول الفترة الأخيرة دي إن هي تكون موجودة في تحاول برضه في نفس الوقت على قدر ما وصلت إن هي تدعم النسخة كمان البيزنس بتاعتها من أجل دعم إن هم يبقى يعني طبعًا إحنا عارفين إن شركة ميتا لما قالت هنعمل حاجة اسمها ميتافيرس الكلام ده كله استنفذ من موارد شركة ميتا الشركة الأم كتير جدًا. فأكثر الفترة دي بتحاول تجذب عملاء أكثر بعد المشاكل بتاع الأعطال وكل ما يتعلق بيهم، بتحاول تكتسب تاني قوتها والاستابيليتي بتاعتها في السوق ان هي تقول لا انا وكاب واقدم شركه فيما يتعلق بالمراسلات النصيه الحديثه السريعه واقدم حاجه وامن حاجه والكلام اللي احنا عارفينه ده كله، اللي كان محل شك كبير جدا السنه الماضيه واللي بالتاكيد يعني خسر شركه فيها حاجات كتير جدا ماديا تكاد تكون مثلا يعني خسرت ممكن ما يقارب التلك للربع من اسهمها ومن قوتها الماديه، فبالتاكيد ده كان يعني محاوله منهم ان 2023 تكون مدعومه اكثر من الناحيه الاقتصاديه ومن ناحيه الاسهم بتاعتها، وده اعتقد الطريق اللي ميتا حاليا بترسمه بكل التطبيقات، واللي بدات طبعا بان هم عملوا داتا بيز موحده لواتساب وفيسبوك وانستجرام بحيث ان هم يقدروا يستخدموا ده ويقدروا ان هم يفعلوا اكتر مزايا الاعلانات اللي بتكون مثلا بتحقق ليهم يعني ارقام كبيره جدا، ارقام اعلانيه طبعا بالتاكيد ارقام كبيره جدا. فبالتاكيد وقت تاني اليوم دول بتحاول جاهده ان هي تقدر فعلا تكتسب، لان خلي بالك هقول حاجه مهمه جدا والحاجه دي احنا بنشوفها وبنلاقيها يوميا، ايه هي؟ ان احنا عندنا مثلا انا ممكن اكون بتكلم مع حد واتساب غير فيسبوك
الناس خلاص فهمت ان هي لما بتتكلم مع حد حتى على الشاتنج على اي حاجه بنلاقي اعلانات متعلقه بالشحن ده بتظهر لي. طيب طبعا واتساب هو يعني هو تابع خالص شركه ميتا الشركه الام. فبالتاكيد لو انا زودت عدد ساعات او زودت عدد يعني الرسائل بتاعتي او زودت عدد الاوقات اللي انا بستخدم فيها واتساب فدي فلوس وارباح مستمره لشركه ميتا تقدر من خلالها ان هي تحطني في سيجمنت واسع تقدر ان هي تحدد اهتماماتي تقدر تحدد انا بفكر ازاي الاتربيوت بتاعتي ماشيه ازاي افكاري فيها ايه الحاجات اللي انا ممكن مهتم بيها ايه وبالتاكيد دي بتكون لحد ما علامه ناجحه جدا 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 لنجاح اعلاناتكم وبالتاكيد ده بيتحول لماديات وفلوس بالنسبه لهم بالتاكيد طبعا بالتبعيه يعني بتاثر على الاسهم وبتاثر على وفي الاخر هو ده الهدف يعني اكيد بالتاكيد طبعا 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 واتساب اعتقد ان الفتره بتاعت 2023 هنشهد تغييرات جذريه قويه جدا وهنقدر نقول ان هي بتشهد كمان يعني نقدر نقول مميزات بتبقى واخدينها حرفيا كده من تطبيقات ناجحه ثانيه زي على غرار طبعا تليجرام والقصه بتاعت الاربع اجهزه اللي هتكون مفتوحه خلاص الفتره القادمه هتلاقي خدمات وهنلاقي فيتشرز كتير جدا بتتم يعني ان هي تتاخد كوبي بيست كده تتحط في راس هذه الفتره الجايه واعتقد ان ده يعني هيبقى تقريبا هو التايم لاين بتاع الفتره الجايه اللي احنا هنتفرج عليه. نعم مثلا احنا في انتظار هذه التحديثات وايضا في انتظار يعني اراء الجمهور واراء الناس عن هذا التحديث تحديدا وفكره انه يتم فتح حساب واحد من اربع اجهزه. بشكر حضرتك جزيل الشكر المهندس احمد السخاوي خبير امن المعلومات عن كل هذه الايضاحات.